يا تامر. ازيك؟ انا اسف اني استنيتك تحت البيت، بس كنت عايز اسال عليكي ومعرفتش اطلع. يعني مبقاش ليا صفه. ليه يا تامر بتقول كده؟ البيت بيتك في اي وقت. انا اتكلمت مع الاتش ار وعرفت ان طلبنا عليك اتفعل، قلت اجي اتكلم معاكي كلمتين. حنين، ما ينفعش النهاية بينا تبقى كده. وليه سميتها نهاية؟ انت اللي عملت كده مش انا. تامر، احنا ارتباطنا جه بشكل تقليدي جدا، يعني مفيش قصة الحب العنيفة قوي اللي احنا نزعل عليها. انا ما انكرش ان انت انسان كويس جدا وطيب واي واحدة في الدنيا تتمناك، بس احنا علاقتنا اتبنت على ارتباط اسري اكتر وزماله في الشغل. تامر، انا في حاجه خبيتها عليك بس انا مش هقدر اخدعك اكتر من كده، ولازم اقولها لك. انا ابويا رد سكون. انا كمان في حياه بني ادمه وراها حاجات كتير قوي، انا شخصيا اكتشفتها متاخر جدا. انا اسفه طبعا ان انا خبيت عليك كل ده وما قلتلكش من الاول، بس انا عايز اسالك سؤال. ترضى ترتبط بواحده عباره تسكن؟ وكمان مفيش ما بينكم قصه حب؟ انا اقول لك انا عايزه ايه. انا عايزه اطلع الموضوع ده تمام، عايزه اعيش الايام الجايه كلها على بابا زي ما هو ضحى بحياته كلها علشان. انا بجد اسفه يا تامر. انا اللي اسف. شكرا تامر، انا ممكن اوصلك اي حته انت عايزها. مينفعش، كل واحد فينا بقى ليه طريقه مختلفه. خلي بالك من نفسك.